هذه التطورات، ربط مسألة دخول إيران لدعم العشائر العربية، هل تعتقد أن هذه التطورات خطيرة على وضع الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي؟ وهل تعتقد أن إيران ستنجح في تحقيق ما تريد تحقيقه على الأقل إذا ما اعتمدنا على هذه التقارير؟ أحمد، أولاً أعتقد أنك أعطيت تفصيلاً جيداً حول الوضع على أرض الواقع، ولكنني أود أن أعود إلى هذه الأسئلة الاستراتيجية المهمة حول ما يحدث هنا. هناك 5 إلى 6 لاعبين مختلفين في كل هذا الذي يحدث والذي نراه داخل سوريا: الإيرانيون والسوريون، الأمريكان والعراقيون، ولدينا في داخل العراق كذلك الأكراد من داخل العراق، وكذلك لديك هناك مجموعات أخرى أيضا منخرطة. فإذا ما تحدثنا عن المسألة الاستراتيجية، هذه تعتبر فرصة لإيران التي جعلت من سياستها أن يتم طرد الولايات المتحدة من المنطقة، فهم يرون هنا فرصة من أجل أن يستغلوا الموقف وأن يحاولوا بدفع الأمريكان إلى الخارج، وهم يستخدموا كل هذه النزاعات على أرض الواقع من أجل أن يقنعوا السوريين والأتراك والعراقيين أنه قد حان الوقت في إخراج الأمريكان بحيث نجعل من المنطقة أكثر استقرارا. فنعم، لديك كل هذه التحالفات المختلفة بين الشركاء الذين هم بالعادة لا يتحالفوا مع بعضهم: السنة، الديمقراطيون، والحرس الثوري. فهي حقيقة فرصة حقيقية يحاول الإيرانيون استغلالها من أجل أن يستخدمونها باتجاه أهدافهم لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.